عايزه يعني اكيد نتكلم عن علاقه حضرتك بشكل اكتر مع الكاتب الكبير انيس منصور، بس هاجلها شويه عشان الوقت ما يسرناش، في كذا نقطه عايزه اتكلم فيها معاك. وهو ان حضرتك كتبت مقاله قلت فيها انه انيس منصور اكتر حد كان ممكن يكتب على مرحله رئيس سابق محمد انور السادات. وليه حضرتك شايف كده؟ ليه كنت ليه شايف انه هي كانت ايه علاقه اصلا انيس منصور بمحمد انور السادات؟ لا هو يعني زي علاقه محمد حسين هيكل بعبد الناصر كده، يعني اذا كان عبد الناصر كان اقرب الناس لي من الصحفيين او الكتاب محمد حسين هيكل، فاقرب الناس للسادات كان انيس منصور، وصوره هو متمشى معاه في القناطر ومتمشى معاه في الاستراحات بتاعته معروفه. والنهارده حتى احنا شايفين صوره في الصفحه الاخيره من الوفد ماشي بتمشى اظن في حديقه في استراحه القناطر الخيريه، عثمان احمد عثمان والسادات وانيس منصور. كان معروف انه طبعا يعني في ايام عبد الناصر كان الصح هيكل كان المقرب الوحيد، ما حدش تقرب تاني من عبد الناصر من الصحفيين. يمكن كان قبل في مرحله لاحقه مصطفى امين، ويمكن هيكل يمكن كاد ليه او عمل نوع من الكيد واطاح به من بالقضيه الشهيره، واصبح هيكل هو المقرب الوحيد من عبد الناصر حتى وفاته سنه 70. تمام. السادات بقى قرب، يعني هناك مراحل من الكتاب الصحفيين من حيث القرب من الرئيس السادات. في الفترة الأولى كان مثلا أحمد بهاء الدين وإحسان عبد القدوس، وبعدين جت بعد كده موسى صابر، وبعدين أنيس منصور بقى بشكل مكثف في السنوات الأخيرة. وإن كان أنيس منصور هو يعتبر قاسم مشترك أعظم في السنوات العشرة اللي قعدهم السادات حاكم لمصر. تمام. وفي الفترة دي طبعا كان أنيس منصور مش مجرد يعني الناس كانت بتصوره على انه قاعد بيقول نكت للسادات، وطبعا يعني أنيس كان عنده قدره على الحكي الشفوي الممتع، فده كان بي 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 بيشبع رغبه لدى رئيس السادات في الحكايه ديت. لكن ده حته شكليه. الحته الجزء الاخر هو انه كان بيكلف باشياء في اسرائيل، يعني السادات كان بيبعته في مهام رسميه يقابل سياسيين ويقابل وزراء ويقابل قادة في إسرائيل. بصفته إيه؟ بصفته صحفي، هو شخص مبعوث للرئيس، يعني نعم. هو الرئيس من حقه أن يختار أي شخص مبعوث عنه، فالرئيس بيثق في هذا الشخص ويبعته إلى تل أبيب في مهام محددة. تمام. الفترة دي كلها بقى هو ما كتبهاش حتى للأسف حتى رحيله. أنا مرة كان في نشر الراحل الكبير اسمه أحمد يحيى صاحب المكتب المصري الحديث، ودي دار نشر كبيرة نشرت هي اللي نشر حول العالم في 200 يوم وكتب مهمة أخرى لأنيس منصور. سألت أنا مرة الراحل أحمد يحيى وقلت له ليه ما كتبش أنيس منصور تجربته مع السادات، هي تجربة لا تقل أبدا عن تجربة هيكل مع عبد الناصر. فقال أنا بعد 6 أكتوبر 81 يعني بعد مصر رئيس السادات بأيام قلت رحت لزورت أنيس منصور في بيته وقلت له دلوقتي يعني كل دور النشر في العالم منتظرة كتاب عن السادات، ومفيش حد يقدر يضع هذا الكتاب إلا أنيس منصور بحكم علاقته بالسادات أولا وبحكم قدرته ثانيا على أنه يكتب هذا الموضوع الكبير. فرد أنيس منصور كان رد غريب يومها، فقال له جملة قال له يجب مراعاة فروق التوقيت. فطبعا الجملة معناها أنه مش وقته، يعني أنه من الممكن أن الحكاية تيجي بعدين. طبعا استمرنا 30 سنة مع الرئيس السابق حسني مبارك وما كتبش الموضوع، وما حدش عارف ايه اللي كان مغزى المعنى او المعنى من المرات. لا ما سالته بعد كده قال له انه هو عنده كان بيقول عندي مئات الاشرطه المسجله بيني وبين السادات. نعم. تطلع بقى للنور دي المفروض ثروه، يعني مش يعني حاكم بحجم السادات وكاتب بحجم انيس منصور لابد ان يبقى الماده الناتجه عنهما ماده مهمه للغايه، ماده سياسيه وادبيه رائعه. لكن هو كان رايه انه وده اللي كان بقصود بقى لما حكيت لما قال احمد يحيى انه يجب مراعاه فروق التوقيت كويس، انه الرئيس السابق مبارك كان طرف في الحكايه ديت في رحلاته وفي علاقته بالسادات، لانه مبارك كان نائب ايامها. نعم. من 75 الى 81 كويس. فهو بيقول انه القضيه الموضوع على بعضه كان في قضايا تمس الامن القومي المصري. ومبارك كان طرف في الموضوع. وهو كان كل ما يستاذن مبارك في انه يكتب الكلام ده يقول له استنى شويه، كل ما يقول له استأذن انه فيه لانه في حاجات
يعني لما يكون قضية لها ثلاث أطراف، أطراف السادات، مبارك، أنيس منصور، فما ينفعش تكتب الطرفين وتسيب الطرف الثالث، فيستأذن الطرف الثالث يقول له استنى شوية. طبعا مشينا 30 سنة ولم تكتب يكتب الموضوع. وهذه الثروة أنا ما أعرفش هي فين دلوقتي، لكن الأشرطة قطعا موجودة لدى أسرة الكاتب الراحل الكبير. نعم، هذه الأشرطة لابد أنه حاجة زي متحف السادات مثلا تضمها أو حاجة. يعني المهتم بكتابة هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر المعاصر لابد أن يتوقف عند هذه الثروة السياسية الأدبية الكبيرة، ويجب ألا تهدر أو تضيع أو تبدد، لأنها مهمة للغاية. نعم، وإذا كان موضوع مهم جدا الظروف يظهر. وحتى مرة كنت بسأله بيقول لي أنه قعد مرة مع الرئيس السابق مبارك وقال له ما معناه أنه يكتب له قصة حياته يعني. فبقول أنا حسيت أنه مبارك ما عندوش حس تاريخي يعني. نعم، مش حاسس أنه حاكم مصر. يعني عكس السادات، السادات كان عارف مين هو ومين مصر. إنما حضرتك ذكرت دلوقتي الأستاذ حسنين هيكل مع عبد الناصر، أنيس منصور مع السادات. هو الرئيس السابق حسني مبارك كان في حد زي الناس دي معه؟ للأسف لا، يعني حتى ما كانش في حد، كان في ناس مقربينه بس يعني كلهم ما لهمش القيمة بتاعت يعني لا هيكل ولا قيمة أنيس منصور. وهو كمان نفسه ما كانش حريص على الحكاية دي، وكأن هو كان يعني خايف لا يتهم بأن في مراكز قوة حواليها أو بتعمل، حين أنه لأنيس كان مركز قوة حوالين السادات. ولا يمكن كان دي الحالة مع هيكل، لكن كان من المهم أن يبقى كاتب له قدرة على الإبداع والكتابة قريب من الرئيس السابق حتى يكتب هذه الفترة 30 سنة اللي هم الفترة الضائعة من تاريخ مصر. حضرتك ذكرت الكاتب حسنين هيكل أكتر من مرة، وده يخليني أقول كنا بنسمع كلامه بيقال إنه الراحل أنيس منصور كان عنده عقدة بما تسمى أو ممكن نطلق عليه عقدة هيكل. يعني ليه كان ده حاصل؟ يعني إيه المشكلة اللي كانت بينه وبين حسنين؟ ما كانش بينهم قبول في يعني كان القبول ده أكيد مش من عند الله، يعني أكيد في أحداث يعني. لا لا، ما هو هو يمكن السبب حكاية هيكل في فترته مع عبد الناصر. احنا عارفين انه مثلا أنيس منصور في فترة عبد الناصر منع من الكتابة ومنع من السفر ومنع من العمل، ولغة انه قال حتى كان معناها منع من الحياة، مش يعني كان أيام السادات أو مبارك لما حد يمنع من الكتابة بيسافر ما حدش بيقوله. لما عبد الناصر منعه من الكتابة ومنعه من السفر ومنعه من العمل ومنعه تقريبا منع من الحياة نفسها. فهو مرجع ده لوجود هو إيه؟ كان بيعتقد أنه لأنه القضية بتاعت مصطفى أمين هناك كلام أنه هيكل كان وراء هذا الموضوع حتى ينفرد بعبد الناصر. فما كانش حد تاني مقرب من عبد الناصر، رغم ان كان في اسماء زي احمد بهاء الدين. نعم، كان أنيس منصور، هذه اسماء وكلهم في تقريبا جيل واحد، لانه هيكل مولد 1923 وأنيس 25، كان سنتين او سنه فجيل واحد. وبالتالي لكن هناك حد انفرد بمصادر الاخبار وانفرد بالرئيس وانفرد بالزعيم وازاح الباقي كلهم. فكان طبيعي انه الناس الجيل ده كله يعني مش حقد، يعني عنده مرارة من انه يقصى بهذه الطريقة، ورغم ان هو لديه من الموهبة ولديه من القدرة على الكتابة والإبداع ما لدى هيك. هو ما حاولش ان اسمهاش، بس هو ما حاولش أنيس منصور يعني مع حفظ الألقاب طبعا انه يردها لهيك الوقت ما كان مقرب من أنور السادات، يعني ما حاولش يعمل افعال ان شاء الله. ما هي اتردت لوحدها لما هو اتحبس هيكل سنه صح؟ مش لوحدها ولا مش لوحدها انا يعني. انما هو كان يعني في اكتر من مره كان في كتابته كان هناك هجوم لاذع على محمد حسين هيكل وكان بشكل يعني جارح كمان. الراحل أنيس منصور كان لي وصيه للصوار، صوار 25 يناير، ووصاهم وصية انه خلي بالكو انه محدش يسرق منكو الصورة. كان يقصد ايه؟ والله يعني يقصد، ما هو طبعا دي حاجة يعني في نيته، لكن لو حبينا نفسرها انا رأيي انه الثورة تظل حية بمبادئها. واذا كانت هناك، احنا عارفين ان ثورة 25 يناير لها ثلاث مبادئ: التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.
إذا ما كانش في هذه المبادئ الثلاثة، إحنا دلوقتي في الشهر الثامن أو التاسع من بعد الثورة، العاشر خلاص، 25 هنبقى 10 شهور، وما فيش يعني أي حد كده يعني، ما هو برضو لازم الناس المواطنين ملايين الناس اللي خرجوا يوم 25 يحسوا إن في ثورة قامت، وإن في مبدأ من هذه المبادئ تحققت، أو حتى نحن في الطريق إلى تحقيق المبدأ ده حتى الآن مش ظاهر. وبالتالي أظن أن تحذير أنيس منصور للثوار أو للمصريين عموما من سرقة الثورة كان القصد منه أنه هناك مبادئ قامت من أجلها الثورة ولابد أن تتحقق، لو ما تحققتش يبقى ما فيش ثورة، يبقى ما هو المعنى من قيام الثورة؟ إذن هو كان مع الثورة كان معها هذا علاقته بقى بحسني مبارك إيه؟ يعني علاقته بالرئيس إيه كانت ساعتها وقتها يعني؟ وقت الثورة؟ لا قبل الثورة. لا قبل الثورة ما هو زي ما بقول لحضرتك هو يعني كان مبارك ما كانش في حرص على انه يقرب منه، مش بالضرورة بشكل قريب بس على مستوى الأفكار يعني. لا لا ما كانش هو كان طبعا يعني كان يكتب كتير عنه في مواقف في الأهرام، بس في أثناء وجوده بشكل متحفظ يعني كانت تحس انه متحفظ تجاهه، بس ما قدرش يهاجمه لأنه رئيس الدولة. ولكن ما اظنش انه كانت فيه هناك علاقة بنفس العمق اللي كانت قائمة اللي كان قائم بينه وبين رئيس الدولة. انا عندي سؤال، انا حاسس كده انه سنة 2010 و2011 حاسس انه في ناس كتير من عظماء الادب والفن وكتاب التاريخ والسياسيين بيرحلوا، في جيل جديد مبشر انه يبقى زي انيس منصور، هل في جيل جديد هيبقى في مجال الفن؟ حاسس بايه؟ حاسس بانه في توهان ولا في خانة هتبقى فاضية؟ حاسس بايه؟ هو ممكن يبقى في فترة زي انقطاع او فجوة كده في النص، لانه هتلاقي الجيل ده كله نتاج فترة من التعليم وفترة من التنوير ليه قبل الثورة، يعني كل دول اتعلموا وبدأوا حياتهم قبل ثورة 52. نعم. بعد ثورة 52 كان الشيء الملمح الأساسي هو مسألة التعليم والإعلام، ما لم يكن هناك تعليم حقيقي وإعلام حر فأنت ما تقدرش تتكلم عن لا إنتاج مواهب ولا إظهار مواهب. تعليم وإعلام كويس تقدر في هذه الحالة تتكلم عن مواهب، لأنه ما تقدرش معقول بلد فيه 85 مليون واحد ما فيهوش مواهب طول على مدى تاريخه منتج للمواهب العظيمة في كل مجال، لكن المهم أن هذه المواهب تجد من يتولها من صغرها في التعليم. نعم. ومن يتولها في كبرها بالإظهار والإبراز. ردا على سؤال الأشرف، حضرتك كده شايف أن ما فيش أجيال؟ لا دلوقتي احنا دلوقتي ممكن بعد كده حتى تلاميذه يعني تلاميذ، لا ما هو كان يعني ليه بس مش تلاميذ، حتى هو لما كان سئل انه يعمل صالون اسبوعي زي اللي كان بيعمله العقاد قال ما معناه انه مش عايز ثورة الحكاية لأنه ممكن يتقال فيه كلام سياسي لا يرضي السلطة قبل ثورة 25 يناير، فما كان عايز يبعد عن الموضوع ده. طيب. لكن في النهاية أنا بقول أنه يعني انتهاء حكاية أنه العمالقة مشوا وما فيش حد هيجي تاني، لا أنا رأي أنه هيجي ده الناس. إحنا وقتنا بيخلص وأنا كنت مهتم أعرف أنيس منصور والتطبيع، وهو كان موافق على التطبيع بشكل معلن يعني ما كانش حاجه التطبيع، اصل التطبيع ده مساله يعني هو موافق على ان يكون هناك سلام بين مصر واسرائيل، مش سلام يعني. شيء والتطبيع شيء، لانه حتى على فكره يعني بعد فتره رئيس السادات ما سافرش تل ابيب ولا راح اسرائيل، الفتره كلها كانت في فتره ما قبل 81 وكانت في مهام سياسيه متعلقه بمعاهد السلام بين مصر واسرائيل. تمام. مش متعلقه لا بتطبيع ادبي ولا تطبيع غير ادبي، متعلقه بانه هو كان مقتنع يعني هو كان يفعل ما هو مقتنع به، ما فعلش حاجه هو مش مقتنع بها. تمام. رحم الله الكاتب الكبير والاديب والفيلسوف انيس منصور، رحم الله وصبر اهله، وعارف ان العزاء هيكون يوم الاثنين في أيوه. عمر مكرم. الأستاذ الكاتب سليمان جودة رئيس تحرير الوفد اليومي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، نورتنا يا فندم. شكرا شكرا. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب نكون قدمنا لكم معظم الأحداث اللي بتحصل على الساحة في مصر وبتشغل الرأي العام. بكرة حلقة جديدة إن شاء الله وفريق عمل جديد، ونهارك سعيد. نهارك سعيد.